سمعت طالع لسان وصار ينغز والغريب يجي يحتذر بالماسنجر. راح اطلعك بالنظيفة واجيلك بصراحة مر عندك شخصية وخفيف طالع ما كان في صح يقول لي برونسي لو بيدي جول سده ما خلي هاد الدنيا درجته حليب وما حنسي لحد يقدر على طلبك استنى اقدر صديقة المشكلة تسمية حسابات هذه الحقيقة قلبك يدوب سريع اسمع صوته يوصل امي هذه عمره يبدو الكلب تعتبرها انذر مني تحاول تكسب جمهور وتبتل دور الخير قلبك حلو صدقني راح اقول لك شيء صغير راح اقول لك انت مشتاق المرة خفتك الكل خلاص حب نزل موضوع خاص تصور المرة عارف بحد تقدم مني الك عكس ظهر تسلي وانت ضري هاي اول مرة يلا النفسه جنة لك حتى اسمك ما بك يا رب من العيورة اللي سبني الرابع شو اسم يعني سبني واللي يغز كيو اي 7 يعني يغز وانت نغزت وسبيت فقص صفتك يا اخي تحبك مو قلت لك نغزة؟ هاي النغزة شباب احكي صراحة غير احسن واحد صحتكم بك الخرب على العيارة كنت خير زبالة زبالة من زبالة شو بتتلزق شو بتتلزق شو بتتلزق صراحة غير احسن واحد صحتكم احسن واحد صحتكم غصبا ما عليك هذا شيء من تيم من عنده بس اشو قاعد صرحة بكيفك وانا اش كم مرة قلت لك لا تتلزق طام صالي واماراته وجي اي وبعد وليليانو سمايل امت عينك والله رح نجد شيء رح تنفدمو فيكم تسيس بار بالقدارة باقى قلوب الأكل فاضح بالعلاني بالقدارة مستواك وفلا تكر كلامي بالقدارة باقى نحن وبالأطفال ما نباني بالقدارة زي أكل بمارك شو العالي بالقدارة باقى قلوب الأكل فاضح بالعلاني بالقدارة مستواك وفلا تكر كلامي بالقدارة باقى نحن وبالأطفال ما نباني بالقدارة زي أكل بمارك شو العالي بالقدارة باقى قلوب الأكل فاضح بالعلاني بالقدارة مستواك وفلا تكر كلامي بالقدارة باقي نحن وبالأطفال ما نبالي بالقدر الزيرك المبارك شو